السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ستكون الحلقة مكرسة عن منتخبنا الوطني والتداعيات الأخيرة التي أعقبت التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي طالب إزاءها الشارع الرياضي والوسط الرياضي والإعلام بتصحيح مسار المنظومة الكروية بأكملها. وبالتالي ظهرت على الساحة عدة تساؤلات، ومنها: هل أصبح من الضروري إجراء تغييرات شاملة في الجهازين الفني والإداري للمنتخب؟ هل حان وقت تسريح بعض اللاعبين بعدما انخفض عطاءهم ومستواهم؟ إلى متى تستمر مقاطعة اللاعبين المغتربين؟ هذه التساؤلات وأخرى متعلقة بمشوار منتخبنا بالتصفيات سنطرحها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا المكرس عن منتخبنا الكروي بعد انتهاء مبارياته الثلاث الأخيرة التي خاضها بالتصفيات الثانية، والتي أسفرت عن تراجع خطير بالمستوى العام لجميع لاعبينا من دون أي استثناء، بحيث بات الخلل واضحا في جميع خطوط المنتخب الذي ظهر بأسوأ حالاته وهو يعاني من مجابهة المنتخبات المنافسة بالمجموعات. ففي مباراتنا أمام كمبوديا حقق منتخبنا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، لكن السمة البارزة لأداء لاعبينا لم تكن مرضية. وفي المباراة الثانية عاد منتخبنا ليواجه منتخب هونغ كونغ بشهية مسدودة تماما وصيام مطلق عن التهديف، لولا أن منحنا مدافع منتخب هونغ كونغ هدف المباراة الوحيد ليجعلنا نخطف نقاط المباراة بإعجوبة، لننتقل بعدها إلى المأساة التي أفصحت عن مستوى منتخبنا المتواضع وبؤس إعداده وتكتيكه الخططي عندما عجز عن مجاراة منتخب إيران بطريقة لعب عقيمة جدا وغير مألوفة من قبل، حيث خاض منتخبنا المباراة بسبعة لاعبين ومهاجم واحد ضاع بين دفاعات إيران وضاع معه لاعبين اثنين وقفا خلفه لا حول ولا قوة، ليمنح المنتخب الإيراني زمام المبادرة ويجعله يتفوق علينا أداء ونتيجة بسبب أن مدرب منتخبنا كاتانيتش مستبد برأيه ومصر على أن ينتهج الأسلوب العقيم في اللعب لتأتي النتائج غير ملبية للطموح. تأكيد الجميع غير راضي، الجمهور العراقي، الشعب العراقي على العموم غير راضي وغير مقتنع بإداء المنتخب العراقي، لم يقدم المستوى المطلوب. يعني لعبنا أمام كمبوديا وهونغ كونغ وكنا نتمنى أنه تكون هاي المباراتين هي بروفة جيدة لمباراة إيران للتعود على الأجواء، على الرطوبة، على الملعب اللي كان دائما ما يتحجج بها المدرب. وصلنا إلى مباراة إيران لم نقدم المستوى المطلوب، مع كل الأسف المدرب كان متخوف من هذه المباراة، رجعنا للأسلوب القديم العقيم اللي لعب بمهاجم واحد برغم أنه إحنا كنا مصدرين المجموعة وكنا قادرين على أنه إحنا نتأهل بجدارة بفوزنا على إيران. على العموم المنتخب لم يكن بالصورة الصحيحة، أدينا مباراة سيئة أمام إيران، لكن أتأمل أنه كنا نتأمل إن شاء الله أن المرحلة القادمة والحاسمة للفريق الخير يكون أفضل بعون الله، لأنه هي مهمة جدا كبيرة إن شاء الله تكون هي طريقنا إلى التأهل إلى كأس العالم. مشاهدينا، رب ضارة نافعة، فإذا يعني تحدثنا عن الخسارة فهي بالتأكيد غير محببة ولا تقبل بكل حالاتها، إلا أنها يعني ربما جاءت في الوقت المناسب كي تكشف عن الأخطاء والخلل، بالتالي السعي لتصحيح المسار من أجل تطوير المنتخب ورفع مستواه الفني قبل المشاركة في تصفيات الجولة النهائية المهمة والحساسة.
المطلوب هو وضع آلية عمل ممنهجة وسليمة وسريعة في هذه المرحلة للوصول إلى التحضير الأمثل الذي يمكننا من تهيئة فريق قادر على مواجهة فرق التصفيات الصعبة ويكون عند مستوى الحدث. احنا لازم نرتقي، البلد لازم يرتقي إلى مستوى عالي، يوصل إلى مستوى عالي في كل النواحي. البلد لازم يصلح كله. من يصلح كله؟ تصلح كرة القدم بدون حتى تخطيط. بدون تخطيط هم يصلح. بس أنا أقول لك لا، التخطيط أكيد هم مهم جدا، بس الأمور مو طيبة، الأمور مو طيبة بالبلاد. الطفل ما يقدر، لا فئات عمرية، لا مسابقات فيها خير، لا الحكم ما يحترم، الجمهور تغير. يعني ما أتصور، يعني أترجاكم أنه تفكرون تشوفون مستوى البلد يصعد، إيه إحنا نصعد لكأس العالم أوتوماتيكيا. أما لأن عندنا مواهب، عندنا كل شيء عندنا، بس ماكو قيادة، ماكو سياسة، ماكو بلد يخططوا له، ماكو تخطيط للبلد. فإن شاء الله نتمنى يوم على يوم يتغير حال البلد. فأحكي على مستوى الفريق الوطني، لا تطلبون أكثر منا، شيء يجي من عنده نعمة من الله. مشاهدينا، حقيقة ونحن نتحدث يعني بلغة الإصلاح والسعي لتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء، يجب أن نتوقف عند بعض التساؤلات، ومنها: هل ستبقى المحسوبية والعلاقات ترافق تشكيل المنتخب وبالتالي تبعد الكفاءات الوطنية الأخرى عن تمثيل المنتخب؟ وخط الهجوم هل سيبقى على حاله بعدما توضح مستوى ومهارة يعني شاغليه وأصبح من الصعب عليهم طرق مرمى الخصوم؟ والأهم بهذا الأمر، هل هذا الخط الفعال بحاجة إلى اكتشافات جديدة؟ هل سنمتلك الشجاعة لتسريح بعض اللاعبين بعدما انخفض مستواهم ولم يعد بمقدورهم تقديم العطاء أكثر مما قدموه؟ ولمصلحة من تستمر مقاطعة اللاعبين المغتربين على حساب المصلحة العامة؟ يقينا أن المرحلة المقبلة من التصفيات تتطلب العمل بإمكانيات وبعقلية احترافية عالية على جميع الأصعدة. نقطة آخر السطر. المنتخب ظهر بشكل ضعيف جدا، ومستوى لا يمكنه على المنافسة بعيدا على بطاقات التأهل. المهم احنا عبرنا الدور الأول ووصلنا للأدوار المهمة. أتصور لابد أن هناك عمل خلال هذه الشهرين القادمين من أجل الوصول إلى جاهزية عليا للتصفيات المهمة جدا. المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة، أكيد ليست مستحيلة متى ما بدأ العمل بصورة صحيحة. أتصور أنه نقطة رأس سطر كاتانيج خارج المنتخب، لأن بصراحة اكتشفنا أنه كاتانيج لا يمكن أن نمضي معه بعيدا، ولا يمكن أن نقدم مستويات أعلى مما قدمناه، لأنه مدرب هذه إمكانياته وهذه قدراته وليس له قدرة على تطوير الأداء الفردي أو الجماعي. للحديث بقية مع ضيف صدى لهذا اليوم والذي سيكون بعد هذا الفاصل، خليكم ويانا. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تدهور مستوى منتخبنا والتداعيات الأخيرة التي أعقبت التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي طالب إزاءها الشارع الرياضي بتغييرات جوهرية للمنظومة الكروية، ينضم معنا من العاصمة بغداد وعبر السكايب اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي الكابتن أسامة نوري. أهلا وسهلا بك كابتن، نورتنا بتواجدك معنا في صدى الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ بلال على هذه المقدمة الطيبة، وأشكر قناتكم الكريمة التي هي تتابع الحدث الرياضي دائما. وصلنا هو سباق في نقل الأحداث الرياضية مباشرة للجمهور الرياضي.
تحياتي واشكرك مره اخرى. كابتن، قبل الخوض بالحديث عن تداعيات الموقف الكروي في العراق، اسمح لنا ان نتابع التقرير الذي يلخص محور حلقتنا ولنا عوده اليك. خليك ويانا. تداعيات موقعة المحرق الأخيرة كادت تطيح ببرج الكرة العراقية العاجي الذي بناه حسين سعيد وأحمد راضي ليحافظ عليه يونس ونشأة ونور وهوار، لكنه اليوم بات في مهب الريح العاتية التي ألمت به لتكاد أن تقتلعه من جذوره بعد أن تلعبت به أيد غير أمينة على سمعة الوطن وتاريخه، لتجعل منه حقلا للتجارب لمن يود المشاركة في تشكيلته التي باتت غير مؤثرة وغير منسجمة تماماً، كونها تلعب بطريقة الفزعة التي كانت تتصدر المشهد في القرن الماضي يوم كانت الملاعب ترابية من دون أي تقنية. منتخبنا ظهر بوجهين مختلفين في التصفيات الآسيوية، فبعد أن تربع على عرش الصدارة لفترة طويلة عاد ليجد نفسه بعيداً كل البعد عما ظهر به سابقاً. ولا نعلم ما جرى، لكننا نفقه جيدا أن هناك شبه مؤامرة على اللاعبين المغتربين الذين تمني نفسها كل منتخبات العالم خصوصا في منطقة الخليج أن تلعب معهم، لكننا للأسف لم نحتويهم، وتحت شعار مطربة الحي لا تطرب لنسرح أولئك النجوم الواحدة تلو الآخر بعد أن التمسنا منهم خيرا لعودة الكرة العراقية إلى سابق عهدها لما قدموه من مستوى عال في المباريات التي لعبوها وارتدوا فيها فانيلة الوطن. رب سائل يتساءل لماذا هذا الإجحاف بحق هؤلاء النجوم العراقيين، وهل أن كاتانيتش يعرفهم حق المعرفة وليست لديه الرغبة بضمهم لصفوف المنتخب، أم أن الموضوع حيك بليل دامس وبغفلة راعي الغنم لنجد منتخبنا أسيرا جريحا لا يقوى على مجابهة الخصوم ونحن لازلنا في منتصف الطريق المؤدي إلى الدوحة؟ فما بالنا إذن لو خاض منتخبنا منافسات الدور الحاسم بهؤلاء اللاعبين المتواضعين ومدربهم الذي لا يمتلك أي فكر تدريبي وأي تكتيك للعب بخطة واضحة المعالم، ما جعله هذا التخوف عرضة لتهديدات المنتخبات التي واجهناها خصوصا المنتخب الإيراني الذي لعب بأريحية تامة كون لاعبيه لم يعانوا بالتحضير لبناء الهجمات أمامنا. إشارات وهمس وكلام هنا وهناك، لكنها لا زالت أقاويل فقط وكلها من نسج الخيال، إلا أنها تنذر وتعد بإقالة كاتانيتش والبحث عن مدرب بديل. لكن ربما يتساءل البعض، هل أن الوقت ملائم للتغيير في هذه المرحلة؟ الجواب عند أهل العلم والراسخين فيه، لكننا سنعاني أيما معانا إذا ما بقينا على نفس النهج ونفس اللاعبين الذين أفصحوا تماما عن ضعف وتواضع مستواهم الفني ليؤشروا لنا أدركونا قبل أن تحل الكارثة. أهلا بك كابتن، بالتأكيد لديك يعني خبرات متراكمة وحضرتك يعني لاعبا دوليا سابقا ومدربا حاليا، تمتلك فكرا تدريبيا خاصا بك، كيف تحلل وتفسر لنا مستوى أداء منتخبنا في التجمع الأخير بالبحرين خلال المباريات الثلاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المستوى اللي قدم المنتخب العراقي في آخر ثلاث مباريات مستوى متواضع جدا. تعرف أنه الفريق العراقي له سمعته وله صيته في الساحة الرياضية العراقية والعربية والآسيوية. صراحة المستوى ما كنا متوقع أنه هذا المستوى، أبداع ما موجود داخل الملعب، التزام فظيع، خطة عقيمة جدا، ثلاث مباريات لم نغير تكتيك رذم المباريات، لاعبين يمتلكون طاقات هائلة، بس أنا متوقع أن هناك كانوا يعني ملتزمين بالواجبات المدرب، وكانت يعني أغلبيتها خطة دفاعية. للأسف يعني ظهر فريقنا على هذا المستوى المتواضع جدا. نعم، دعني يعني أبدأ من حيث انتهيت، يعني تفاصيل المباريات ومنها طبعا المباراة الأخيرة أمام إيران التي
طبعا للأسف شخصت العديد من الأخطاء والهفوات الفنية، هذا أولا. ثانيا اللعب بأسلوب دفاعي عقيم مثل ما تفضلت قبل قليل بتواجد 7 لاعبين في الخط الخلفي وأمامهم لاعبين فقط ومهاجم واحد، يعني كيف ترى وتوضح لنا هذا الأسلوب أو التكتيك فنيا؟ أستاذ بلال، المنتخب العراقي أو الفرد العراقي يمتلك رغبة هجومية عالية جدا من سنة الستينات وقبلها، لذلك كنا دائما أنه نلاحظ أنه الفريق العراقي يمتلك طاقات كانوا يوصلون ويشتركون بالهجمات وعندهم أهداف عديدة، يعني المنتخب العراقي يعني دائما عنده أسلوب الزيادة العددية من الخلف، لكن في الفترة الأخيرة يعني شفناهم أي مدافع ما له مشاركة في الهجوم إلا يعني شغلات بسيطة جدا. النقطة الثانية، إحنا نلعب بأسلوب دفاعي بحت، طيب إحنا نلعب بأسلوب دفاعي بحت ورغم هاي أكو هناك ثغرات في خط الدفاع يعني قاتلة جدا، ولا شنو أنت تشوف الكرة تدخل مرمانة واحد المدافعين بعد الجزاء، وين الملازمة الفردية؟ أين التغطية؟ أين سد الثغرات؟ يعني أكو أخطاء جسيمة جدا للأسف، يعني كل مباراة نقول راح تصلح المباراة الجاية، لا، لنقع مشاكل أكبر منها والتصليح صعب جدا، لأن أنا حسب توقعاتي إنه الأسلوب اللي يلعبون به أو عدم المحاسبة هي وقعتنا بهذا الإشكالات والمطبات اللي مرينا به. فعلا كابتن، وللأسف يعني نحن نعلم بؤس الآلية المتبعة للمنتخب وما يعني يرافق من تحضير سيء لمشواره. كابتن، بالعودة إلى الجوانب الفنية، يعني عادة كما تعلم الشوط الثاني طبعا هو شوط يسمى بشوط المدربين، وأي مدرب بالعالم يسعى للإضافات والمعالجات من خلال التبديلات والتي قد تكون كفيلة بتغيير النتيجة، لكننا لم نرى شيئا من هذا القبيل مع كاتانيتش، برأيك لماذا؟ طبعا الشوط الثاني هي تسمية دارجة أنه الشوط الثاني شوط المدربين، لكن لم نلاحظ لمسات المدرب خلال 90 دقيقة ولا الشوط الثاني. أكو بعض هناك يكون بعض التغيير عندما يبذل اللاعب جهد عالي في الشوط الأول على مود المدرب يقوم بعملية تبديل أو تكتيك ثاني أو تغيير رتم المباراة، هذا ما شاهدناه، يعني أو زيادة عددية بالمنطقة الهجومية. طيب إحنا صاعدين مع إيران، فإذا شو يا حبذا اللاعبين المهاجمين الاثنين، أنا يعني متأكد كان النتيجة تغيرت، بقينا بنرجع الأسلوب، وأعتقد المدرب راد يطلع بأقل الخسائر وهذا ما أراده. النقطة الثانية، لم نشاهد إبداع، يعني إبداع اللاعبين داخل المباريات أثناء المباريات، يعني كمثلا إنه أحد الخط الوسط تبديل مركزه مع المهاجم أو الربط من الخلف أو من الجانب، هذا ما شفناها صراحة. مجرد إنه نلزم كرة نلعب 1-2 أو نوصل كرة، أغلبية الكرات كانت تنقطع، كان فريق الخصم يلعب بأخطائنا، بأخطاء الفريق العراقي، الكرات المقطوعة اللي ضيعناها الفريق الخصم قام هو يستغلها، للأسف يعني كان تقوم علينا هجمات مرتدة. الفريق الإيراني ما قدم ذاك ولو بالبعض، لأن شوف الشوط الثاني أغلبية العراق، لكن للأسف النتيجة كانت بصالحهم، ويعني أنا حسب يعني نتيجة عادلة. لو تغير التركيب أو تغير الرذم أو تغيرت الواجبات، لكن حد كلام ثاني أثناء هاي المباراة. كابتن، اسمح لنا أن نتوقف مع انطباعات من ذوي الشأن والاختصاص، نتابع ولنا عودة. في رأيي الشخصي يجب أن نستفاد من النقاط السلبية اللي مرت علينا في هذه التصفيات ونستفاد من النقاط الإيجابية، وأيضا قدم الفريق العراقي في رأيي أمام إيران نوعا ما مباراة وسط أو دون الوسط، بس أفضل من المباراتين السابقتين اللي أديناها مع هونغ كونغ ومع كمبوديا. يجب أن نكون في مستوى الحدث، ويجب أن نتهيئ بشكل كامل بلاعبينا المحليين
المعروفين وأيضا المتميزين في الدوري العراقي، وأيضا لاعبين مغتربين. أنا متأكد هناك أكثر من لاعب باستحقاق أن يمثل المنتخب الوطني، لكنه لظروف الإدارية، اقتناع المدرب باللاعبين، عدم اقتناع المدرب ببعض اللاعبين، وهذا كان كله بصراحة. صعودنا للمرحلة الثانية أعتقد هو إنجاز نوعا ما في الكرة العراقية، لكننا ما زلنا نحتاج الشيء الكثير. أهلا بك كابتن. بصراحة هنالك أمور غامضة ترافق المنتخب، وهذا ما يجعلنا في بحث وتساؤل مستمر. اليوم نفتقد إلى اللاعبين المغتربين الذين قدموا مستوى رائعا في بادئ الأمر، لكن للأسف سرعان ما تم الاستغناء عنهم. أما آن الأوان يعني للمطالبة بتواجدهم ليكونوا خير عون للمنتخب. يعني حضرتك كيف تتعاطى مع هذا الإجراء بحقهم؟ اللاعب المغترب من حقه يمثل بلده، هذا يعني شيء واقعي، وللأسف احنا نطلق عليه اللاعب المغترب. خلينا نعتبره لاعب محترف خارج او هو عايش بالعراق وهو محترف خارج البلاد. ممتاز. اذا همينا مغترب، فلذلك يعني الحياة المعيشية اجبرته ان يكون في هذه الدولة او تلك الدولة، لكن ولاء البلد ومن حقه يلعب للمنتخب الوطني ويمثله. شاهدنا منهم يعني مستويات راقية جدا، كان لهم تأثير إيجابي على المنتخب الوطني، وهذا فشيء يعني يطرح التساؤل، لماذا يعني لم يشاركوا أو يمثلوا منتخب العراق الوطني؟ إذن هو كلاعب عراقي مغترب أو نعتبره محترف خارج العراق، من حقه أن يمثل المنتخب العراقي أثناء هذه البطولات. وصراحة أنا شفت عندهم مستويات فنية عالية، يمتلكون ثقافة رياضية متقدمة، لكن هناك تساؤلات، يعني عدم مشاركتهم يعني يطرح بعض التساؤلات، ويعني ما وصلنا إلى أجوبة حقيقية. طيب، مثلما اليوم نطالب بلاعبين المغتربين، يعني أيضا إلى متى تبقى المحسوبية والعلاقات في تشكيلة المنتخب تحجب النظر عن الكفاءات الوطنية الأخرى، وبالتالي المعطيات تسفر بأن هنالك للأمانة لاعبين لا يستحقون التواجد؟ إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فخلينا نقرأ على الكرة العراقية السلام، لأن البقاء للأصلح، هذا مقولة من زمان، البقاء للأحسن، المحاباة والمصالح خليها خارج أسوار الرياضة، لأن إحنا عندنا دمثل بلد، دمثل سمعة شعب، هذا البلد يمتلك عراقة، يمتلك بطولات، يمتلك كوادر فنية وتدريبية، يعني خدمة الكرة العربية وليس العراقية فقط. لكن للأسف يعني إذا كانت هذه الحالة موجودة، يعني المحاباة، يعني إحنا نقول خلينا نقرأ السلام على الكرة العراقية، لكن هناك اختيارات للمدرب، اختيارات المدرب هو اللي يختار اللاعبين، هو اللي يسوي يعني التوليفة بيناتهم. أنا في أحد اللقاءات طلبت من عنده من نفس المدرب أن يطلع على دوري كردستان. دوري كردستان مو بعيد، يعني كلها مسافة 200 أو 300 كيلو مثل ما لعبنا هوار، ومثل ما لعبنا بعض اللاعبين من دهوك والحارس المرمى، يعني من حقهم الباقين. من سألت هذا السؤال قال أنا ما أدري أكو دوري في كردستان وأكو كذا وتنظيم وما أعرف شنو. إذن هنا مسؤولية المتواجدين مع المدرب، كانوا بالإداريا أو فنيا، إذن ذولا مسؤوليتهم. للأسف ما بسحة إلى جميع الأندية والمحافظات بصورة حقيقية، معتمدين على لاعبين المعروفين. كان يشاهد بعض المباريات من كنا متواجدين، كنا نشوفه يتواجد يعني على مود يلاحظ بعض اللاعبين، وهو المسؤول الأول والأخير في تسمية اللاعبين. كابتن مثل ما تفضلت معتمد على بعض اللاعبين الثابتين، ألا ترى يعني أو حان الوقت للاستغناء عن بعض اللاعبين
لعدم قدرتهم على تقديم العطاء أكثر مما قدموا؟ أتفق معك أستاذ بلال بهذه المقولة. صراحة لم يظهروا بالمستوى الفني الذي يؤهلهم للاستمرار في المنتخب الوطني. كذلك لاحظنا بعض الكرات العشوائية أو عدم الالتزام بالواجبات أو يكون خارج إطار اللعب. يعني كيف يعني الهجمة إذا تكون على المنتخب العراقي نشوفه هو خارج الهجمة أو يعني خلينا نقول فتب 10-15 مثلا، هذا فشيء قاتل، لأن مستوياتهم صراحة كانت ما تأهلهم إلى تمثيل المنتخب العراقي. كابتن بلال، الفانيلة المنتخب العراقي اللاعب إذا اللي من يلبسها لازم يضحي بكل شيء، يضحي بالحياه الاجتماعيه، يضحي بالتزاماته. اذا هو صار مو ملك نفسه، صار ملك للشعب، ملك للعراق خاصه، لان انت راح تمثل 35-40 مليون فرد عراقي في المحافل الدوليه، وعليك ان تبذل كل طاقاتك وكل جهدك اثناء المباريات من اجل سمعتك وسمعه البلد، سمعه البلد تكون اولا بعدين سمعتك. بس للاسف يعني انا قلت لك لا تزعل من صراحتي، الاغلبيه دا يبحثون عن عقود خارج العراق من اجل يعني وضعهم الاقتصادي. يعني احنا نتمنى من يبحث عن عقد خارجي، هذا حقه، ولكن لابد ان يقدم اداء حتى الانظار الاخرى تتجه الى، وطبعا يصير استقطابه. من فضلك لدي أسئلة تتطلب يعني من حضرتك إجابات مختصرة جدا ومحددة. من وجهة نظرك من المسؤول عن كل ما جرى لمنتخبنا؟ رقم واحد المدرب، ثانيا التخطيط للمستقبل البعيد وليس القريب، ثالثا المستوى الفني اللي ظهر عليه المنتخب العراقي يتحمل المدرب الأول والأخير. طيب حسب خبرتك الطويلة في الملاعب، برأيك ما هو المطلوب من آلية عمل؟ ما هي الحلول لعبور الدور الحاسم والمؤهل للنهائيات؟ أولا أستاذ بلال، إحنا للأسف اختارينا الطريق الصعب. النقطة الثانية، علينا أن ننظم أوراقنا بأسرع وقت ممكن، تنظيم وتصليح الأخطاء اللي مرينا بها فنياً وإداريا. لذلك علينا بالوقت الحاضر أن نعمل جاهدين خلال هذه الفترة من أجل التصحيح وتنظيم الأوراق بصورة صحيحة من أجل المنافسة القادمة. طيب كابتن أشكرك شكر الجزيل، كلمة أخيرة. شكرا جزيلا، أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نشوف منتخب عراقي أقوى، وإن شاء الله نتأهل بجميع الأحوال إن شاء الله. الفريق العراقي يكون متواجد في المحافل الدولية. شكرا جزيلا. شكرا للكابتن أسامة نوري اللاعب الدولي السابق الذي كان معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا له. طالما نحن في منتصف الطريق المؤدي إلى الدوحة، فالمرحلة المقبلة هي مسؤولية كبيرة وحساسة تقع على عاتق الجهات المعنية بالأمر، وكذلك الرياضيين والإعلام والجماهير الرياضية الوفية، كل من موقعه. فالمطلوب منا جميعا الاحترافية العالية في آلية العمل، والاحترافية تتطلب الابتعاد عن المجاملات والوقوف أمام المحسوبية والعلاقات التي لا تخدم مسيرة المنتخب. في الوقت نفسه الاحترافية تتطلب منا البحث الدقيق في معالجة وتشخيص الأخطاء بطريقة هادفة وبلغة هادئة بعيدة عن الصراعات الخفية وتصفية الحسابات الشخصية على حساب مستقبل المنتخب. يجب أن نكون نحن والمنتخب بمستوى الحدث. خليكم على الموعد، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.